أخبار اليوم. السيسي مستعدون لإرسال قوات لفلسطين حال إعلانها دولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لإرسال قوات لمساعدة السلطة الفلسطينية حال تأسيس دولة لها، مشددا في حواره مع صحيفة كوريدي لا سيرا الإيطالية إن الأمر يتطلب قيام دولة فلسطينية بالأساس. وقال الرئيس في الحوار الذي أجراه قبيل ساعات من جولته الأوروبية في إيطاليا وفرنسا والتي يبدأها غدا الاثنين، مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية، سنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين بشأن دورنا الضامن، ليس للأبد بالتأكيد لكن للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها. القوات المسلحة تنفذ عمليات واسعة ضد الإرهاب في سيناء. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن قوات الجيش تمكنت أمس من تصفية 10 إرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء محاولتهم استهداف كمائن القوات المسلحة، من بينهم المدعو يوسف موسى إمليحي ذراع أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. كما تم ضبط العدد 18 إرهابيا شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتم ضبط وتدمير 12 عربة أنواع مختلفة و41 دراجة بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، و15 ملجأ تحت الأرض مجهزة للاستخدام في الاختباء ومراقبة القوات. يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة. صبحي يزور مصاب الشرطة في حادث جامعة حلوان. قام الفريق أول صف الصبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من رجال الشرطة المدنية في حادث جامعة حلوان الذي وقع الأسبوع الماضي. كما اطمأن على مصاب القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وأعرب صبحي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة هما جناح الأمن والاستقرار. تواصل وزارة الداخلية معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلام والعنف وإحباط مخططاتها الإرهابية. الحشد والتأثير فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد وضبط إحدى الخلايا الكامنة بنطاق محافظة دمياط. يلوم الإخوان الرحمن الرحيم الحشد والتأثير. تواصل وزارة الداخلية معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلام والعنف وإحباط مخططاتها الإرهابية. فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد وضبط إحدى الخلايا الكامنة. فقدوا الحشد والتأثير في الشارع والمخطط. جماعات الإخوان تصل إلى مرحلة الإفلاس والجنون. أكد الشيخ أحمد صبح القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية والذي قضى خلف القضبان في السجون المصرية 17 عاما إن ما تقوم به الجماعة الإرهابية الإخوانية من إنها ستجعل يوم الجمعة القادم يوم سفك ودماء، وإنهم سيقومون برفع المصاحف ليقوم الجيش والشرطة بإهانتها وعرض صورها في العالم ما هو إلا إفلاس ديني، وإنه سبق في عصر معاوية بن أبي سفيان أن حدث ذلك لعودة تأثيرها في المجتمع. جميعا قاموا رافعين المصاحف. جت جماعه الخوارج بعد كده انقلبوا على الامام علي وكفروه، كفروا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا هذا امير المؤمنين باب مدينه العلم. اللهم وادما ولا وعدما عدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروه وذبحوه، وذبحوا الامام علي، ذبحوا عبد الرحمن بن ملجم وهو من الخوارج. يجب أن نعلم جميعا، يجب أن نعلم جميعا أن جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة التي تشرف على كل ذلك. كل السلفية والجماعة السلفية التي تدعو لهذا الإعلان كانت موجودة في ربعة وفي النهضة، ولكن الإخوان خلاص أفلست. أنت تعرف أما حصل أن الضرب اشتد عليهم في سيناء وتم عزلهم عن أمهم حماس هناك، انتشروا في البلاد يضربوا في بنت ويضربوا في كذا. الشعب المصري عليه ألا يخاف، لأن ده
هو احتضار للجماعات الإسلامية وسوف تنتهي إلى زوال، لأن الله راضي